اليوم وقت بتحب تطلع مشوار برا البيت لازم تحسب حسابك بمصاري للطلعة ومصاري خاصة لحتى تبعد فيهن عنك، بياع العلكة وبياع الورد وبياع المحارم، وهذه اللي فجأة بيطلع عن بلور سيارتك ويبلش يبخ شي غريب، طبعا بيوسف فيه البلور أكتر ما ينطفه. كمان لما نوقف بالشارع لحتى ناكل سندويشة أو نشرب شي منلاقي مجموعة كبيرة من هالبياعين تموا حوالينا وبدهم يشاركونا بهاللقمة. الشغل أبدا مو عيب، بس العيب انه ما تحترم خصوصية الناس وتضل لحقهم طول الطريق، لو احيانا بيتطور الموضوع وبيصير يسبك كمان. خلونا نتابع. وردة جبار بخاطر الله يوفقك. وحدة بلف الله يزوجكم يا رب. بس واحدة الله يوفقك. سيك الله يزوجكم يا رب. الله يكرمك. تعطيني اياها يصير معي اربعة. هاي احلى وردة للشاب الحلو. بألف. شو ولد؟ جبر بخاطري الله يوفقكم. الله يزوجكم يا رب. الله يخليك. شكرا. هسه واحدة بتستاهل هي. الله يوفقك. جبر بخاطري. بدي ارجع على البيت والله. طيب بعطيكم اثنين بألف. جبر بخاطرك. شيء وردة؟ سلام. بس وردة الله يوفقك. سلام. جمهور بخاطري. سلام الله يوفقك. طيب شيء كيف؟ لا لا سلام. طيب وردة والكي؟ الله يزوجكم يا رب. جمهور بخاطري الله يوفقك. الكي؟ الله يوفقك. ما بدي ارجع على البيت ياكل. ما بدي سواء اجبر سواء فيني ولا تفطرني نصيحة. الله يزوجكم يا رب. امين الله يسمع منك. كون زواجه؟ ايه. ان شاء الله. بتعزموني على العرس؟ انت اول واحد. سيك على شواربة. ها اذا ما بيجي هون بدور عليه. هي العرس من هلا. الله يزوجكم يا رب. شو بدك احسن منك شحاب؟ جوار بخاطري الله يوفقك. الله يرزقك يا عمي. الله يرزقك. والله بدعي لك. الله يرزقك والله ما بدعي. تبعلك؟ يستر ايدي. تبعلك ورده؟ صايمين صايمين. تبعلك ورده؟ شري. الله يستر عرضك عم بحكي تليفون. يلا تعال بس زيتين. ما بدي اخ خلعني. تعال اشتري من ما بدي. ما اسامحك والله. الله يزوجكم يا رب. عمتي بين اخي روح عيد الشرعة خلص حبيبي. شي وردة؟ بس يجي مع حبيبته وخطيبته. اعطيني بقى. شي وردة؟ يستر اختك اخي. سيارة انظف من وشي. تركها لا تمزح. تركها مسك البلور توراني. لا بمزح. اللي بيطلع من خاطرك على الغسيل. اللي بيطلع من خاطرك. الله يجبر بخاطرك يا رب. لا تعجي. الله يوفقك يا رب. لا تعجي. الله يرزقك بجاه الشهر. يطلع من خاطرك. سوي لك البلور. صعب اليوم تنتقل بين حارات الشام وما تلاقي مجموعة كبيرة من الأطفال. هذا اللي عم يبيع علكة، هذا اللي عم يبيع ورد، هذا اللي يمسح بلور السيارات. هذول الأطفال بالنهاية أنا بشوف هن ما لهم ذنب، بل هن ضحية لأب وأم جهلة زتوهم بالشارع وهن عم ينفذوا تماما شو عم يقولوا لهم. إن كان ما بدك تشتري منهم حاول ولو بكلمة حلوة تجبر بخاطرهم، لأنه مثل ما قلنا هن أكيد ما لهم ذنب.
ولكن أكثر شيء بيضايقنا لما نشوف شاب طوله عرض، الله عاطيه الصحة وعاطيه القوة، ولكن هو محتاج. أكيد اليوم إحنا أغلبنا محتاج بهي الظروف الصعبة. مو عيب إنك تكون محتاج، ولا عيب إنك تشتغل، لأنه بالأخير الشغل ما عيب، ولكن العيب إنك تستغل أي شيء بالطريق بحجة إنك عم تشتغل بتكون أنت من وراها عم تشحد. طول ما الله عاطيك الصحة وعاطيك القوة وعاطيك الزنود، حاول إنك ما تكسر نفسك لحدا، وهي العربية أكبر مثال.